أهلا بحضراتكم ولقائنا اليومي وهمزة وصل. همزة وصل اليوم تنقسم إلى موضوعين، الموضوع الثاني منهم هيكون عن التغيرات المناخية وتأثير هذه التغيرات المناخية على الحياة بشكل عام على كوكب الأرض، وكيف يمكن أن نحمي كوكبنا من كل هذه التأثيرات المختلفة. أما الجزء الأول من لقائنا فهيكون عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهد اليوم حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين. تضمن الاحتفال قيام الطلبة من مختلف السنوات الدراسية بتقديم عروض قتالية تظهر مهاراتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف، سواء في الرماية أو الاشتباك أو المطاردات، ونماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التي تظهر مدى استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أدائهم المهام التي يتم تكليفهم بها. أيضا وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتحية لأسر شهدائنا، وثمن ما قاموا به من جهد كبير ومن تضحية بأرواحهم لخدمة هذا الوطن، وأكد أننا لن ننسى أبدا شهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم من أجل رفعة هذا الوطن. أيضا أشار السيد الرئيس إلى أن البلاد تشهد حالة من حالات النجاح في مواجهة الإرهاب، ووجه التحية إلى أبناء مصر والشرطة والجيش وكل قطاع الدولة، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن أسر الشهداء والمصابين. الأمور الحمد لله رب العالمين اتحسنت كتير قوي وبفضل الله سبحانه وتعالى. كل التهديدات والإرهاب بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبناء مصر من الشرطة ومن الجيش ومن كل قطاعات الدولة، الحمد لله احنا في مكان كويس قوي ولسه طيب. مطلوب مننا اكتر من كده، مطلوب مننا احنا نعمل اكتر من كده كمصريين عشان نقدم احنا من جانبنا الوفاء لهذه الدماء اكتر من كده. فمرة تانية كل التحية وكل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير ليكم لأرواح شهدائنا والمصابين والأسرهم، وربنا سبحانه وتعالى يعني يجزيكم خير الجزاء فيهم، وإحنا لن ننساكم أبدا، لن ننساكم أبدا إن شاء الله. بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم اليوم تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين. شهد اللقاء دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأيضا اللواء هاني أبو المكارم رئيس أكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى مجموعة من القادة العسكريين ومجموعة من الرموز الوطنية والشخصيات العامة. للوقوف على تخريج هذه الدفعة اليوم معنا على الهاتف الكاتب الصحفي بالأهرام أستاذ محمد الأنور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تحياتي لك استاذ محمد. وهنا الحديث عن مجموعه من الرسائل التي نقلها السيد الرئيس اليوم لطلاب اكاديميه الشرطه الخريجين الجدد، لاسرهم وايضا للشارع والمواطن المصري. اولا الرساله الاولى هي ان ما تحقق من استقرار على الصعيد الامني وعلى صعيد البحر ومكافحه الارهاب ليس وليد فراغ، ولكن وليد العديد والكثير من التضحيات التي قدمها رجال هذا الوطن من شهداء القوات المسلحة والشرطة ومختلف القطاعات. وأن ما تحقق ليس وليد فراغ، ولكن وليد الكثير من التضحيات والجهد والعرق والعمل. هذه التضحيات أشاد بها الرئيس وقال أن الأمر ليس وليد فراغ كما سبق وأن ذكرت، ولكن في المقابل هذه التضحيات وهذا الاستقرار الأمني وما يشهده الوطن على كافة الأصعدة من نجاحات وتطورات تتطلب مجهودا اكبر للحفاظ على هذا الانجاز الذي تحقق، لان كما هو معروف للجميع فان مصر مستهدفه من الكثير من الاعداء سواء من الخارج او الداخل. بمعنى اوضح ان اليقظه والاستعداد للتضحيه والفداء
والعمل لحفظ وصون وكرامة وأمن هذا الوطن وحدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لا يتطلب الركون إلى الدعوة، ولكن يتطلب المزيد من العمل من خلال عقيدة ثابتة وراسخة تكرس الفداء والتضحية لبناء هذا الوطن على كافة الأصعدة. الموضوع ليس سهلا كما تخيل البعض، هناك دولة قوية فتية وهناك الكثير من التحديات، كان على رأسها التحدي الإرهابي والأمني الذي نجحت فيه أو نجح فيه الرجال المخلصون في هذا الوطن في دهره والقضاء عليه. هذا الأمر لا يتوقف ولن يتوقف، ولكن هناك الكثير من القطاعات، بمعنى أوضح أن تحقيق الهدف والوصول إليه يتطلب مجهودات أكبر وأكثر للمحافظة على ما تحقق، بمعنى أوضح أن عجلة التنمية التي تشهدها البلاد والنمو بحاجة إلى الكثير من المجهودات في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الأمني تحديدا والقطاعات الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفساد والقضاء على كل ما يعطل مسيرة نجاح هذا الوطن من إشاعات وإحباطات وغيرها من الأمور التي للأسف برزت على الساحة مؤخرا. نعم، دائما ما نردد أن القوات المسلحة المصرية وكذلك الشرطة المصرية يمتلكان يد تحمي ويد تبني، والبداية من سؤالي عن تلك اليد التي تحمي، وهنا الشرطة المصرية وطبعا القوات المسلحة المصرية ضربتا مثلا في غاية الروعة وفي غاية الدقة على عمق انتمائهم لتراب هذا الوطن. والحقيقة أن الشرطة المصرية لعبت دورا كبيرا في مكافحة وتطويق الإرهاب والعمل العمليات الإرهابية أو التخريبية في محافظات مختلفة، وهنا الحديث أكثر تحديدا عن سيناء تحديدا وما لعبته الشرطة المصرية من دور هام في تلك البقعة الغالية. أولا القوات المسلحة وجهاز الشرطة هم نتاج وإفراز لهذا الشعب العظيم. رجال القوات المسلحة ليس لدينا في مصر على مدار تاريخ الحديث طبقة عسكرية، ولكن لدينا قوات مسلحة وأجهزة أمنية في الشرطة تنتمي إلى أبناء هذا الوطن. التضحيات التي قدمت سواء في سيناء أو في غيرها من رجال الشرطة هي تكريس وتأكيد لانتماء أبناء هذا الوطن لتراب هذا الوطن، سواء كان في دلتا الوطن أو في صعيده أو في الغرب أو في الشرق. سيناء جزء عزيز وغالي، وقدمت مصر على مدار التاريخ الحديث قوافل من الشهداء للذود عن هذا المكان الطاهر المقدس الذي تجلى فيه رب العالمين. نقول أن القوات المسلحة والشرطة تقوم بعمل كما سبق وأن ذكرت ليس شعارات كما كان سابقا، لأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كانت في الفترات السابقة منشغلة ومشغولة بالملف الأمني نظرا للحروب، وهي منشغلة بالتأكيد به، ولكن أضافت بعدا آخر وهو بعد المشاركة في التنمية القوية والفاعلة والمتعمقة في كافة أرجاء الوطن من خلال تقديم الخبرات من مهندسين وأطباء وفنيين للاستفادة بها وإنجاز الكثير والعديد من المشروعات في مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروعات الطرق والمباني وتكافل وكرامة وغيرها من المشروعات التي في النهاية تصب في ترسيخ وتأكيد أن بناء الوطن أو بناء الإنسان هو اللبنة الأساسية والأولى في بناء منظومة الوطن وعقيدته السياسية والعسكرية والاستراتيجية التي كفلت له البقاء على مدى العقود، وسيبقى إن شاء الله هذا الوطن آمنا مطمئنا مستقرا بأبناء الشرفاء في الشرطة وفي القوات المسلحة الذين هم إفراز ونتاج لهذا المجتمع الذي لا يبد أن يحصن ضد الكثير من الأوبئة والكثير من الأوبئة الفكرية وغيرها من الأمور التي تستهدف. هم فشلوا في القضاء على الأجهزة أو المنظومة الأمنية سواء في الشرطة أو في القوات المسلحة، وأدركوا الآن أن تفتيت وتحديد هذا الوطن يبدأ من محاولة إثارة الفتن والشائعات وغيرها من الأمور التي تستهدف البنية الفعلية والأساسية للدولة المصرية وهي المواطن والمجتمع المصري.
نعم. أيضا أستاذ محمد، لعبت الشرطة المصرية دورا مجتمعيا شديد الأهمية من خلال مبادرة كلنا واحد في فروعها المختلفة، سواء الثابت منها أو المتنقل، ساعدت بشكل كبير على مدار شهور ماضية في توفير السلع الأساسية للمواطن المصري، ولم يشعر أبدا المواطن المصري بغلاء أسعار أو اختفاء بعض السلع، فكان لها دور محمود الحقيقة للغاية، خاصة كمان أيضا مع دخول المدارس وتوفير كافة السلع الأساسية بالنسبة للأسر المصرية أو حتى الأدوات المكتبية وما يحتاجه أو ما تحتاجه الدراسة من مستلزمات للطلاب. صحيح، هذا واضح وملموس في مختلف المدن الرئيسية، ونتمنى أن تمتد هذه المبادرات الطيبة إلى قرى الدلتا وقرى الصعيد ليشعر بها الجميع. نراها في الإسكندرية وفي القاهرة وفي عواصم المدن المحافظات الكبرى. نتمنى أن تمتد هذه الأمور ليشعر بها البسطاء في مختلف الأقطاب. نعم. أستاذ محمد الأنور الكاتب الصحفي بالأهرام، شرفتنا، شكرا جزيلا على وقتك. شكرا. وكانت تلك متابعة سريعة لليوم. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة والضباط المتخصصين. بعد الفاصل نبدأ مع حضراتكم وسؤالنا الآخر أو الشق الآخر من لقاءنا النهاردة وهمزة وصل: التغيرات المناخية تجتاح العالم على كافة الأصعدة. من جديد أهلا بحضراتكم. والتغيرات المناخية تركت الكثير من الآثار الحقيقة على أشكال مختلفة وعلى كل منطقة تقريبا من العالم، ومن هنا كان استشراف مصر وتنبؤ مصر السابق وسرعة تحرك مصر تجاه القضايا المناخية المختلفة. اتخذت مجموعة من المبادرات بدأتها حتى من مجموعة من السنوات، ونحن على مشارف القمة المرتقبة COP27 التي تدعو إليها قادة دول العالم للوقوف على المشكلات الخاصة بالتغيرات المناخية، وأيضا أن يتحمل كل مسؤول عن مسؤوليته، وأن الدول التي عليها دفع فاتورة التصنيع الثقيل والتقدم والانبعاثات الكربونية بشكل عام، لا سيما وأن دول أخرى فقيرة ستعاني وستدفع هي أيضا فاتورة ما قدمته الدول الصناعية. نتابع هذا التقرير ومن بعده حديثنا مستفيد عن التغيرات المناخية وتأثيرها على دول العالم في كافة الأصعدة. باتت التحديات التي تواجهها البشرية في مكافحة التغيرات المناخية أكبر من أي وقت مضى، على حد قول رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة هو سونغ لي. وحتما وجه الحياة سيتغير على المدى القصير، ففي القارات كلها تقريبا يشهد العالم زيادة وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، حيث اجتاحت الحرائق العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم، كما غمرت الفيضانات مناطق عدة من العالم، وسجلت درجة حرارة قياسية اقتربت من 50 درجة مئوية في بعض المناطق. ولتغير المناخ العديد من التأثيرات على الأصعدة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، لكن يبقى التأثير الاقتصادي الأكثر قلقاً، حيث سيزيد الضغوط على طلب الغذاء والمياه، كما يتسبب في موجات هجرة قادمة. وتعكف مصر على تنفيذ مشروعات قومية لمواجهة التغير المناخي والتكيف مع الآثار والحد منها، من بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات النقل المستدام وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، ومشروع تبطين الترع لتقليل فاقد المياه والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديث. وتهدف مصر إلى دمج الأبعاد البيئية في خطط التنمية بما يحقق التنمية المستدامة. كما أصدرت مصر لائحة معايير الاستدامة البيئية للمشروعات، مما يعني تنفيذ مشروعات أكثر استدامة بهدف أن يكون 50% من المشروعات الجديدة خضراء بحلول عام 2024 و 100% بحلول عام 2030.
تغيرات مناخية يلمسها العالم أجمع في كل دوله بدرجات مختلفة وبتأثيرات مختلفة، ما بين ارتفاع حرارة، ما بين جفاف في بعض المناطق، ما بين فيضانات في مناطق أخرى، ما بين مجموعة من المشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية فيما يخص الاحتباس الحراري، الانبعاثات الكربونية، مجموعة كبيرة الحقيقة من التأثيرات التي تركها التغير المناخي. معنا على الهاتف لقراءة أثر التغيرات المناخية على دول العالم أجمع وعلى كافة الأصعدة أستاذ علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا أستاذ علاء. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ علاء. إلى أي مدى أصبحت التغيرات المناخية ملف حاضر بقوة على أي طاولة مفاوضات في دول العالم؟ لا، الملف ده حاضر بقوة لأن خطر التغيرات المناخية في العالم كله. يعني احنا شاهدنا الجفاف في أوروبا، وشاهدنا حتى الجفاف في النهر المسيسيبي في أمريكا، وتأثيرات المناخ على الامطار في باكستان، ونفس الشيء بالنسبه لافريقيا. فهو التاثير كبير جدا جدا. المسؤول الاول هي الدول الغنيه، واللي بيتاثر بها بصوره اكبر الدول الفقيره. التاثير على العالم، انا بظن ان مؤتمر المناخ في شرم الشيخ فرصه عشان خاطر تحط الحاجات دي في التركيز، وان لازم التركيز ده العالم ياخد موقف تجاهه، يعني سواء بالنسبه لدعم، بالنسبه للتغيير، للمواقف، حتى لو مثلا حاجه زي موجه التصحر، حاجه كده تاثير الجفاف. فده محتاج ان يكون في فرص كويسه بالنسبه لتنميه الغابات عشان خاطر تاثير الجفاف وتاثير البيئه. نعم أستاذ علاء، الحقيقة يعني تأثيرات بنشوفها زي ما سيادتك حتى أشرت بدرجات مختلفة وبتأثيرات مختلفة في دول العالم حول التغيرات المناخية، وأغلب الآراء تقول أن ما حدث في ذلك الكوكب هو جراء ما فعلته الدول الصناعية بشكل عام، وما أفرزته من انبعاثات كربونية من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على حياة الأرض، حتى أن البعض قال أنه من الممكن أن نستيقظ في يوم من الأيام وهكذا قالوا ولا نجد مكونات القهوة الصباحية، في إشارة إلى التأثيرات الخطيرة والمختلفة التي من الممكن أن تسببها التغيرات المناخية. هل صحيح أن التغيرات المناخية النهاردة أدخلت هذا الكوكب وأدخلت مواطني هذا الكوكب في حالة خطر حقيقية؟ طبعا التأثيرات البيئية خطيرة جدا جدا، وان ده مرتبط بالدول الغنية والتأثيرات الصناعة اللي كان سواء انبعاثات كربون زيادة او في تلوث زيادة، لكن الامر ما كانش جزء محلي، لا هو بيتحرك مع تأثيرات حركة الرياح وحركة البحر وغيرها. يعني فبيأثر التأثير السلبي، بيأثر على دول ليس لها ناقة ولا جمل كما يقولون، يعني بالنسبة للملوثات البيئة يعني. فأنا بظن إن دي بس قمة شرم الشيخ، هتخطر تضع مسؤولية، يعني ما ينفعش إن الدول الغنية إن هي تلوث وإن يكون ليها تأثير سيء، ولازم تتحمل المسؤولية ولازم يكون ليها دور، لأن الأمر ده بيكون تأثيره أكبر كتير على الدول النامية، خاصة الدول الأفريقية. ومصر بوضعها في الاتحاد الأفريقي يعني المفروض يكون ليها دور أكبر عشان يكون في تنسيق ما بين الشمال والجنوب، ما بين الدول الصناعية، ما بين الدول الفقيرة في عالم البيئة. وخاصة إن كان مؤتمر المناخ في باريس كان خصص 600 مليار دولار للدول النامية لمعالجة تأثيرات المناخ، لكن تأثيرات كورونا وتأثيرات الحرب الروسية يعني بعدت الأمر. لكن أنا بظن إن دي فرصة لمصر إن هي تعيد مناقشة هذا الأمر، ويكون في تأثيرات واضحة وقرارات واضحة بالنسبة لدعم الدول الفقيرة. إذا تسمح أستاذ علاء ابقى معي على الهاتف، ينضم إلي حالا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية والدولية بالأهرام. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك دكتور. يعني في حديثنا عن التغيرات المناخية هنا نسأل عن هل من الممكن أن تسفر كوب 27 عن وقوف المسؤولين أمام مسؤولياتهم، وهنا أقصد بالمسؤولين المسؤولين عن ما حدث من انبعاثات كربونية وما حدث من تأثيرات ناتجة عن الصناعة أو الحركة الصناعية في العالم بشكل عام، هنا أقصد الدول المتقدمة تحديدا. نحن نقول في البداية أن التغيرات المناخية في اعتقادي هي تمثل تهديد للسلم والأمن الدوليين، لأن ضحايا التغيرات المناخية بات يفوق ضحايا الحروب التقليدية ومصير تهديد السلم التقليدية، بين الحروب بين الدول، من الحروب داخل الدول، الحروب الأهلية، الإرهاب، الانتشار النووي، وكل أشكال المصادر العسكرية. عندما نجد أن ظواهر مثل التصحر والجفاف والمجاعة
ويعني ملايين الضحايا من هذه الظاهرة المناخية، يعني أننا أمام ظاهرة خطيرة، وأن الدول الصناعية التي هي المسؤول الأول الذي مسؤول عن 35% من الانبعاثات الكربونية في العالم هي في شمال في أمريكا وشمال أوروبا ودول في شرق آسيا مثل الصين والهند وغيرها، وهي الدول التي تستحوذ على الصناعة وعلى الإنتاج الصناعي في العالم وهذه الانبعاثات. حتى الآن هناك فجوة كبيرة ما بين إدراك خطورة هذه الظاهرة وما بين التزامات وتحركات الدول الصناعية والدول المتقدمة في اتجاه تقليل الانبعاثات الحرارية رغم تأثرها طبعاً، بالإضافة لأن الدول الأخرى إفريقيا تأثرت سلباً بهذه التغيرات، لكن على الأقل مؤتمرات المناخ في كل مرة كانت توصي بتخصيص 100 مليار دولار سنوياً لدعم الدول النامية خاصة في إفريقيا والدول المتأثرة بشكل كبير. أيوة. الدول الصناعية هناك فجوة ما بين التزاماتها وخطواتها في اتجاه اتخاذ سياسات لتقليل الانبعاثات وفي ذات الوقت ما بين السياسات على أرض الواقع، لأن هذه الدول الآن بعد الأزمة العالمية بدأت ترجع مرة أخرى إلى استخدام الفحم الحجري، استخدام المصادر التقليدية التي تزيد من الانبعاثات الحرارية واستخدام مصادر التلوث التقليدية. أيضا هذه الدول تعلي مصالحها على فكرة الالتزامات الدولية، يعني حتى شاهدنا في مؤتمر جلاسكو في العام الماضي خلاف بين أمريكا والصين، هناك حتى أمريكا في عهد ترامب انسحب من اتفاقية المناخ، وبالتالي رغم خطورة هذه الظاهرة إلا أن الدول الصناعية لم تتخذ حتى الآن خطوات، حتى الدول في أوروبا ألمانيا غيرها، وبالتالي هذه معضلة كبيرة. تبدو المشكلة الأخرى والمعضلة هو غياب آليات دولية لمتابعة ومسألة للدول الصناعية عن عدم تنفيذ التزاماتها في اتجاه مواجهه التغيرات المناخيه، وهذه هي المشكله الحقيقيه، يعني حتى الامم المتحده حتى الان لا تملك اليه او ادوات معينه سياسه عصبيه على سبيل المثال ضد الدول الكبرى الدول الصناعيه التي تستمر في الانبعاثات ولا تلتزم بتعهداتها حتى في مؤتمرات المناخ التي توصلت عبر 26 مؤتمر السابقه ثم ياتي مؤتمر شرم الشيخ 27، وبالتالي هنا الإشكالية الكبيرة أن غياب في مفهوم العمل الجماعي الدولي المتزامن الجماعيات الدولية في ظل حالة الاستقطاب بين الصين وبين الدول الكبرى في نظام الدولة. على سبيل المثال عندما حدثت أزمة تايوان علقت الصين على سبيل المثال التنسيق والاتصالات مع أمريكا فيما يتعلق بقضايا عديدة منها قضية مواجهة التغيرات المناخية. هذا بيعني ماذا؟ بيعني أن رغم خطورة هذه التغيرات على كل الكوكب على كل الدول بدرجات متفاوتة إلا أن الدول الصناعية حتى الآن لم تتحرك يعني بشكل جاد والكافي الذي يشير إلى أن هناك فعلا إدراك بهذه الخطورة واتخاذ سياسات محددة نظرا لصراع المصالح وتغليب الاعتبارات الصحية لهذه الدول على الاعتبارات الخاصة بمواجهة أو حماية كوكب الأرض. دكتور أحمد، يعني معنى كلام سيادتك أنه الدول الصناعية المسؤول الأول عن ما حدث من انبعاثات كربونية والتأثير المباشر هنا وما أحدثه من تغيرات مناخية، الدول الصناعية لم تتبع إجراءات السلامة من ناحية فيما يخص مصانعها ونوعية التصنيع، ولم تدفع أيضا ما يشبه التعويض للدول التي تأثرت من جراء التصنيع الثقيل الخاص بها. نعم، هذه نقطة مهمة لأن كما أشرنا هو هي المسؤول الأول عن الانبعاثات، هي عليها أمرين أو عدة أمور. الأمر الأول أن تتخذ سياسات خاصة بالتوسع في التكنولوجيا في الطاقة المتجددة في تكنولوجيا المناخ، وأن تساعد أيضا الدول النامية في تمكينها في مواجهة آثار هذه التغيرات المناخية والتوسع في الطاقة الاقتصاد الأخضر والطاقة الهيدروجينية، لأن حتى التكنولوجيا الخاصة بهذه الصناعات أيضا الدول الغربية والدول الصناعية ما زالت تستأثر بها ولا تريد أن تعطيها للدول النامية، وبالتالي هنا الإشكالية هي أن حتى فكرة أو صيغة ال 100 مليار دولار المقررة وفقا للاتفاقات السابقة لم تقدم منها شيء رغم أنها تكررت أكثر من مؤتمر. هذا بيعني ماذا؟ بيعني أن الدول الصناعية تتكلم ربما من الأنانية الشديدة رغم أن هذه الدول نفسها بدأت تتأثر بشكل كبير، يعني على سبيل المثال هذا العام وجدنا جفاف أنهار في أوروبا، وجدنا حراك وغابات في أمريكا، السيول، الفيضانات، ومع ذلك حكومات هذه الدول لم تتحرك بشكل جدي، وأعتقد أن مؤتمر شرم الشيخ المقبل ربما يكون محطة مهمة في حاجز الاستفاف الدولي والتعاون الدولي فيما يتعلق بالخروج بمخرجات وقرارات وتوصيات
قابلة للتطبيق على أرض الواقع. نعم دكتور أحمد، إذا تسمح تبقى معي قليلا أعود من جديد لأستاذ علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي. تحياتي مرة أخرى أستاذ علاء. أستاذ علاء، طيب أعود مرة أخرى للدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية والدولية بالأهرام. دكتور أحمد، يعني الحقيقة من يستمع إلينا ربما يعني يقفز في ذهنه، هل تتوقف الدول عن الصناعة؟ يعني هل البديل هنا أو في المقابل إذا كانت الدول الصناعية هي المتسببة والمسؤول الأول عما حدث من انبعاثات ومن احتباس حراري ومشكلات مناخية مختلفة، هل البديل أو المقابل أن تتوقف تلك الدول، أن تتراجع حركة الصناعة في الكوكب بشكل عام، أو إيه هو الحل الآمن والسليم الذي يضمن حركة صناعة من ناحية، اقتصاد متقدم من ناحية، وفي نفس الوقت حماية لما تبقى من هذا الكوكب؟ في الواقع أن المقصود بالخطوات ليس وقف الصناعة، أو لأن الصناعة في نهاية المطاف هي عماد الاقتصاد، الصناعة نعم. أدت إلى تقدم البشرية، ولكن المقصود هو المصادر الطاقة التقليدية التي تزود الصناعة وتستخدمها الصناعة في الإنتاج، خاصة المصادر من النفط، من الفحم أو الفحم الحجري أو الوقود الأحفوري، هذا هو المقصود. بالتالي البديل هو أو على الأقل يعني محاولة تدريجية لتقليل الاعتماد بشكل كبير على هذه المصادر الأحفورية الغير متجددة، والتوسع في المقابل في الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الاقتصاد الأخضر، اقتصاد الهيدروجين والطاقة الهيدروجينية، كل هذه مصادر متوفرة بشكل كبير، وبالتالي يمكن من خلالها ضمان الاستمرار في التقدم الصناعي في الازدهار، وبالتالي تقدم البشرية من صناعات متطورة وإنتاج مصانع لتلبية حاجات البشرية من السلع والخدمات المختلفة، وفي ذات الوقت تقليل الانبعاثات والتأثيرات البيئية السلبية. هذا الطاقة المتجددة هي بالطبع تحتاج إلى إنفاق كبير وإلى استثمارات ضخمة وإلى مليارات، سواء الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة أو الطاقة الهيدروجينية، وهذا أيضا يتطلب أن تخصص الدول الصناعية جزء من دخلها النسيج القومي للتوسع في هذا المجال، وأيضا والمهم ومساعدة الدول النامية والدول في أفريقيا لتمكينها من الحصول على هذه التكنولوجيا التي تمكنها من التوسع في الاقتصاد والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة. هذه النقطة المهمة، لكن تظل الطاقة المصادر البديلة تظل بمعايير اقتصادية عالية التكلفة مقارنة بالضمان بالمصادر التقليدية من الفحم والنفط وغيرها، وبالتالي هنا تظل دور الدول الصناعية، دور الدول الكبرى، هو العمل على توظيف البحث العلمي، على الاستثمار فيه، على توظيف التكنولوجيا الحديثة، نقل هذه التكنولوجيا أيضا إلى الدول النامية، وبالتالي هنا ضمان الاستمرار التقدم البشري في مجال الصناعة، وفي ذات الوقت تقليل الانبعاثات، أن الانبعاثات بهذه المعدلات المستمرة بهذه السياسات دون اتخاذ خطوات محددة لتقليلها ترتفع درجة حرارة الأرض بشكل أكبر، ترتفع الانبعاثات، هذا سيؤثر على الكوكب بشكل أكبر، وحتى ما رأيناه في خلال حتى السنوات التي نراها بعيوننا الآن في أفريقيا، مجاعة، التصحر، جفاف الأنهار، السيول، الحرائق، وكلها بتعكس أن هناك خطورة حقيقية لظروف مناخية تهدد السلم والأمن الدوليين. نعم دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية والدولية بالأهرام، شكرا جزيلا، شرفتنا فندم. أيضا على الهاتف دكتور عبد الباسط العقيلي استشاري خصوبة الأراضي بمركز بحوث الصحراء. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين. دكتور، تغيرات مناخية مختلفة ربما واحد من آثارها هو ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، إلى أي مدى تؤثر درجة الحرارة على ارتفاع ملوحة التربة وبالتبعية مشكلات خاصة بالزراعة؟ الحقيقه ان التغيرات المناخيه لها تاثيرات كبيره جدا جدا على الكره الارضيه بشكل عام، ويمكن ضيف الكريم تناول الموضوع من زاويه معينه، فانا هتناوله بقى من الزاويه الزراعيه. طبعا التغيرات المناخيه لها تاثيرات كبيره جدا جدا على النبات وعلى الغطاء النباتي بشكل عام، وعلى الامن الغذائي في العالم كله يعني بصفه عامه كده يعني. طيب تاثيره ازاي؟ ميكانيكيه التاثير ازاي؟ النهارده النبات عشان ينمو ويثمر وينتج لازم له يعني متطلبات مناخيه او بيئيه معينه. صحيح. لازم للنبات درجه سطوع معينه من الضوء، لازم له درجه حراره معينه، لازم له نسبه رطوبه معينه عشان يقدر يكمل دوره حياته. النهارده التغيرات المناخيه بتعمل خلل، يعني التغيرات المناخيه اصلا عباره عن اختلال في المناخ المعتاد اللي الناس اتعودت عليه، فبتسبب خلل فسيولوجي خطير للنبات، فالنبات ما يقدرش
يكمل دورة حياته، لدرجة ان في بعض النباتات هتنقرض تماما لو استمر الوضع على ما هو عليه او تفاقم اكتر من كده، في بعض النباتات هتنقرض. طبعا ده هيأثر بشكل كبير جدا جدا على سلاسل الامداد وعلى انتاجية الفدان وعلى وعلى على 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 يعني على الامن الغذائي بشكل عام. اما بقى بالنسبه للجزئيه بتاعت ملوحه التربه، كلما ارتفعت درجه الحراره كلما زاد معدل البخ، كلما زاد تركيز الاملاح في التربه، وده مع الوقت الطويل هيحصل فيه تراكم للاملاح، يحصل فيه تدهور للصفات الكيميائيه للتربه، وبالتالي التربه تتحول الى مرحله التصحر. يعني ده ملخص سريع كده عن تاثير ميكانيكيه تاثير التغيرات المناخيه على التربه وعلى النبات. فالحقيقه ان المفروض ان العالم كله يتكاتف لمواجهه الظاهره الخطيره دي. وطبعا المؤتمر المناخي اللي مصر هتستضيفه هو اكبر تجمع لدول العالم في 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 المجال ده، يعني قمه الاطراف دي تقريبا معظم كل دول العالم تشترك فيها عشان يحطوا بروتوكولات تعاون وياخدوا قرارات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئه اللي بتسبب الاحتباس الحراري اللي هو المسبب الرئيسي في التغيرات المناخيه. فلازم العالم كله يتحرك، لازم يبقى فيه اجراءات حقيقيه على الواقع، ما نكتفيش بالتوصيات بس عشان انقاذ كوكب الارض. الموضوع خطير يا جماعه، الموضوع بجد خطير، يعني الوضع خطير، فلازم العالم كله يتكاتف مع بعضه عشان نقدر نواجه الظاهره الخطيره دي. نعم دكتور، لي سؤالان او ممكن تعتبروا حضرتك سؤال وشق اخر من السؤال. السؤال الاول بدايه، الا تستطيع النباتات ان تتكيف مع تلك الاجواء المتغيره؟ لا، هو النبات له قدره معينه على التكيف في حدود معينه. النبات ربنا خلقه بيتخذ بعض الاجراءات اللي بيحافظ بيها على حياته، زي مثلا النبات يتقزم ما يستمرش او في النمو، النبات يلقي بثماره، الاوراق تتحول الى اسواك، النبات يفرز طبقات شمعيه عشان تقلل بخر الميه وتحافظ على حياه النبات. كل ده، كل التاقلمات دي هتاثر على الانتاج، لان النبات لما بيحس بخطر على حياته بيلقي بثماره عشان يحافظ على حياته. يعني بيضحي بالثمار اللي عليه عشان يقدر يحافظ على حياته. طيب الشق الاخر من السؤال، الشق الاخر من السؤال دكتور عبد الباسط، هل من الممكن ان تكون الصوب الزراعيه حلا امنا على اعتبار ان الصوب توفر ذلك الجو الغير متاح خارجيا؟ جميل قوي السؤال ده. الحقيقه ان كان خطه الدوله مساله الرئيس امر بمشروع القومي للصوب او للزراعه المحميه، كان ده الهدف الرئيسي. ان انا يبقى عندي نسبه معينه، انا عايز بس حضرتك يعني تنتبه كويس جدا والساده المشاهدين ياخدوا بالهم قوي من الموضوع. ما حضرتك احنا مش صرفنا مئات المليارات على مشروع الصوب رفاهيه، لا، مع اننا ناس تقول لك احنا بنصدر خضار، طب انت عايز تعمل صوب خضار ليه؟ لا، الهدف ان انا يبقى عندي نسبه معينه من انتاجي تكون بشكل امن، خط دفاع امان ليا، اذا زادت عن احتياجاتي بصدرها. اذا حصل في تاثير التغيرات المناخيه والمحاصيل اتدمرت، يبقى انا عندي الصوب اللي تكفي، تكفيني بنسبه معينه، مش هقول اكتفاء ذاتي 100% بس تكفيني بنسبه معينه. فالحقيقه ان الصوب هي افضل وسيله لمواجهه التغيرات المناخيه. ان انا بخلق بيئه ملائمه للنبات، انا بقدر اتحكم في درجه حرارتها ودرجه رطوبتها، وهيئ للنبات الظروف الملائمه ليه. عشان كده انتاجيه فدان الصوب تعادل من 3 لـ 5 انتاجيه الفدان المكشوف. هو عرضه للظروف المناخيه بشكل عام يعني. دكتور عبد الباسط العقيلي، استشاري خصوبة الأراضي بمركز بحوث الصحراء، شكرا جزيلا أن حضرتك شرفتنا. وإلى متابعة السادة متابعينا على صفحة البرنامج على فيسبوك مجموعة من الاقتراحات الحقيقة والأراء القيمة، دعونا نستعرض بعضها. مشاركات الحقيقة على صفحتنا وعلى سؤالنا النهاردة عن تأثير التغيرات المناخية أو التغيرات المناخية وكيف هو تأثيرها على كل دول العالم وعلى كافة الأصعدة. بداية أستاذة هناء محمد، كل دولة من دول العالم معنية بقضية التغيرات المناخية لأن التأثير السلبي ستعاني منه كل الدول، وفي مصر دراسات على الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية خاصة في مجال الزراعة، أبرزها ما يقوم بها مركز البحوث الزراعية لدراسة تأثيرات تغيرات المناخ على الزراعة المصرية، كما توجد دراسات على تأثيرات تغير المناخ خاصة الاحتباس الحراري على ارتفاع منسوب سطح البحر وما يلي ذلك من تداعيات. لذلك تولي القيادة السياسية في مصر اهتماما بالغا بهذا الأمر وتسعى جاهدة للحشد الدولي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال المنتديات والمؤتمرات وجميع الفعاليات الدولية. أستاذ محمد حسن،
لا يمر يوم من الأيام دون أن نقرأ موضوعا يتعلق بتغير المناخ الذي بات يشكل خطرا على مستقبل الحياة على كوكب الأرض، فقد أصبح التغير المناخي ظاهرة عالمية تهدد التوازن البيئي على كوكبنا. ومن أجل مواجهة هذه المخاطر يحاول العلماء جاهدين إيجاد حل لهذه المعضلة وتفادي ما قد يترتب عليها. وتستدعي مشكلة تغير المناخ حشد كل الطاقات البشرية والخبرات الدولية لمواجهة آثار كارثة بيئية محتملة قد تهدد مصير البشرية كلها. وفي هذا الصدد تسعى مصر جاهدة لحشد دول العالم لمواجهة هذه المعضلة. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تستعد مصر لاستضافة أكبر مؤتمر دولي لبحث تداعيات التغير المناخي في شهر نوفمبر المقبل. أستاذ أحمد سليم، الحقيقة التغيرات المناخية أصبحت الشغل الشاغل لكل دول العالم لما لها من تأثيرات على حياتنا، ولهذا تولي مصر اهتماما كبيرا بقضية التغيرات المناخية وتدرس تطوراتها وتأثيراتها على مصر والمنطقة كافة وعلى مختلف دول العالم، حيث أن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، وتهدف مصر لمواجهة تحديات وتداعيات المناخ التي تؤثر بشكل كبير جدا على القارة الإفريقية، رغم أن القارة الإفريقية هي الأقل سببا في هذه التأثيرات، وأن الأسباب الرئيسية في تغير المناخ تأتي من الدول الأجنبية صاحبة التقدم التكنولوجي والتقدم الاقتصادي وطبعا الصناعي. أستاذ محمد الطواب قناوي عاشور، العلم سلاح ذو حدين، تقدم وتطور البحث العلمي نتج من تلوث واحتباس حراري وتصحر أدى إلى تلوث البيئة، علينا بالطاقة النظيفة وحماية البيئة. لذلك برأيي التغيرات المناخية أصبحت تتحكم في العالم على كل الأصعدة، وتعريف الأمم المتحدة بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، قد تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث على سبيل المثال من خلال التغيرات في الدورة الشمسية، ولكن منذ القرن التاسع عشر أصبحت الأنشطة البشرية أو النشاط البشري عموما هو المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسا إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. الحقيقة أنه السادة متابعينا على فيسبوك وأيضا السادة المتابعين أيضا والمتحدثين إلينا عبر الهاتف أشاروا جميعا إلى أن العنصر البشري كان واحدا من أسباب ما حدث من تغيرات مناخية مختلفة. الدول الصناعية التي تملك التكنولوجيا وتملك التقدم العلمي كانت أيضا هي المتسببة والمسؤولة. وهنا مصر تقف في COP27 قمة المناخ المرتقبة في نوفمبر القادم لتضع المسؤولية أمام المسؤولين. المسؤولين هنا المقصود بها الدول الأجنبية، الدول المتقدمة والصناعية التي أثرت سلبا على كل العالم، وستدفع دول أخرى فقيرة ومعدمة ربما تكلفة وفاتورة هذا التقدم الذي أدى إلى الاحتباس الحراري، الانبعاثات الكربونية وكل التأثيرات التي نتابعها حولنا في هذا الكوكب. لحماية هذا الكوكب، لأمل الحياة على هذا الكوكب، لابد لكل مسؤول أن يقف أمام مسؤوليته وأمام شعبه وأمام العالم. تحياتي.